السلام عليكم. زيد نكمل فينك على بعض اللاعبين العرب، مثلهم وائل جمعة في واحد الإذاعة، في واحد لاشين تاعهم تاع مصر. أنا شفتها في لي كومونتير وتبعناها في واحد الفيديو فينك في الفيسبوك. راه الناس راهي كيما يقول لك راهم مشكورين، الناس اللي راهم يرسلوا لي، راهم ينبهوني الناس اللي هذو. أنايا ندي من عندهم الناس اللي يحوسوا يدعموني، ما ندي من عندهم الناس اللي يرسلوا لي الفيديو تاع وائل الجمعة رانا شناه. الناس اللي نبهوني بهذا وائل الجمعة قال لهم انا لا اعرف، الفريق الوطني الجزائري ضعيف ولا اعرف اين تقع الجزائر. يا وائل الجمعة نقول لك الجزائر وين تقع؟ تقع في ام درمان، تقع في ام درمان الجزائر يا صاحبي. الجزائر اللي بغيت تسقسي عليها روح سقسي عليها في ام درمان. انت تعرفها وين جايه؟ جايه اخويا انت ما تعرفهاش باللي جايه شمال افريقيا. ديرها في ام درمان. الجزائر يا وائل الجمعة تقع في أم درمان، لعناها لك من فمك وجبناها وديناها حنايا. هذه هي أخويا، ونتمنى الناس ما يعطوش إن شانس لهذو المنتقدين والحاقدين على الجزائر، ما يعطوهمش فرصة باش يزيدوا يهضروا في الجزائر. نتمنى اليوم صحافة، قعدت نشوف بعض الصحافة هما مشكورين فانيك يشجعوا في الفريق الوطني في الجورنال، شنا الجرائد شنا راهم يديروا في التشجيع الفريق الوطني. بصح ستيلا تسيب لاعبين قدامى تيخرج لك دايرين تتمنى دايرين تي تاعو. عندما فزنا بالتاج الافريقي عطاونا تاع مضاد للذباب. يا مدي انت عندك الجزائر عطاتك لونتيرا، عطاتك طاوكم ماود عمي. وين راكم باغيين؟ ويش راكم باغيين؟ شراكم؟ وين راكم باغيين تروحوا؟ ها بزاف عليكم، عندك ديبو تاعك، عندك منا عندك بزاف عليك يا صاحبي. انت يا جابوك كنت منسي، جابوه حطوك، حطوه في لمسيه، ديت ما عادش عندي دراهم فانيك وروحت. ما عندكمش مسؤوليه، كون جات عندكم مسؤوليه ونعرفوكم تطيقوا على المسؤوليه نعطوكم حاجه مليحه. ما عندكمش مسؤوليه يا صاحبي. انت يا ما طفتش تقدر بيه كيف نادي فريق جزائري، ما طفتش تقدر ما بيترو تقدر تتنيغوسي مع محرز ولا من تهدر مع محرز. ما عندكش نيبو تاع محرز. حنا مشانا نحقرو، قالك كاع اللي خلقها ربي كاع متساويين، كاع متساويين. بصح ستايلا في الافكار وفي الراحه ما عندكمش شخصيه، الشخصيه ما عندكمش. بنادم تاع العام اللي فات عام كامل وانت نو، لازم لونترينر يفرض روحو نورمالمون. لا نورمالمون نورمالمون انت نظام تاع 3 شهور هربت، هربت. عرف باللي اللاعب المحلي ما كان حتى مستوى، مش راك باغي تهدرها. ماذا بيك تهدر تقول باللي اللاعب الجزائري ما عندوش كاع مستوى باش يلعب في الفريق الوطني الجزائري؟ وبالخيثر بالخيثر تربى في مدارس اوروبيه سي محمد، ما كاش اللي خرجه. ما خرجتو لا انت يا بو حنيكه، ما خرجه بالشيخ، ما خرجه ماجر، خرجوه مدارس اوروبيه. هم لكم او انتو ما تهضروا لنا لاعب محلي كاع ما كاش. الموشيه تاع 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 ممكن يلعب في مونبيلي ولا في ليون. هما لكم او انتو تهضروا لنا حنايا تغلطوا تغلطوا. الناس تعرف، ناس راهي تكشف فيكم الحقيقه تاعكم، على الحد تاعكم، على الغيره تاعكم، بزاف صوالح. نورمالمون تحضروا جي روحوا نقولوا البي اس بو، روحوا نقولوا الناس كي يحلوا مقابل، يحلوا مقابلات سي محمد. ما يقولكش باللي فلان نورمالمون يديها وفلان حقه ما يديهاش. كيما بالشيخ حصل في راوراوا، قال لهم الحاج محمد راوراوا هو اللي قلع الجزائري باش ما يتفرجوش. يا ودينا الشيطان، الشيطان لا الشيطان سي محمد. شك تهدر في واحد ربي حاسبك عليها سي محمد. على بالك الرسول نهار اللي جبريل، الرسول جبريل طلعه جا مطلع عند ربي، صاب ناس يشربوا في الدم، صاب ناس يشربوا في الدم. الرسول سقسى جبريل قال له هادو علاه يشربوا في الدم؟ قال له هادو كانوا يغتبوا في ناس بلا سبه، يغتبوا في ناس بلا سبه. انتوما راكم تغتبوا في، راكم تحفروا الواحد وتحضروا فيه وباغي توسخوا، هو راه ينجح، راه يزيد ينجح. الحاج محمد راه ما عييتو انتم تحطموا فيه وراه يزيد ينجح. ولا بريف يا ماجر نلقاك وقال لك ارواح خدم، وانتم ما بغيتوش تخدموا، انتم ما بغيتوش تخدموا. بالشيخ في 2002 عيط لك قال لك ارواح خدم، انت ما بغيتش تخدم. انتم راكم صايبين دوك الكراسه، راكم تدوا واحد يدي 35 مليون وواحد يدي 25 مليون، راهي راكده مونجي كيما يقول لك راكده وتمونجي، راهي راكده وتمونجي. راكم صايبين الناس، راكم تهضروا فيهم ناس حاميينكم،
مش يحاميكم قادر غدوة ان شاء الله الناس في اوروبا ولاد خوت هادو اللاعبين يردوا عليكم قضايا ويردوا على لاشين الهداف قضيه غدوة ان شاء الله لاشين تاع الهداف طردكم نورمال طردكم خاطر علاه تجيبوا لها المشاكل هذه هي.